كما ينضم إلينا هاتفيا دكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد. دكتور أيمن بعد التحية، كيف ترى حرص الدولة والقيادة السياسية على الاستماع لآراء الاقتصاديين والخبراء فيما يتعلق بخطة الاقتصاد، خاصة وأننا رصدنا مشاركة جميع التيارات والفئات في المؤتمر والذين طرحوا وسيطرحوا رؤاهم بكل حرية؟ والله يا فندم، النهارده كلمة سيادة الرئيس كانت مهمة جدا، وأنا بعتبرها كلمة تاريخية الحقيقة، لأن هو لأول مرة رئيس الجمهورية يتعامل مع الدولة بعلم الإدارة. يعني الرئيس اتكلم وقال الأول إيه هي الفيجن، إيه هي الرؤية. الرؤية دي في علم الإدارة اللي هي إحنا عايزين الشركة بتاعتنا أو المؤسسة أو البلد بقى توصل لفين، إيه المكان اللي إحنا عايزين نوصل له. بعدين بيتكلم على الميشن اللي هي المهمة، إزاي ممكن نوصل لهذا المكان. طيب إحنا عايزين نوصل لفين؟ عايزين نوصل إلى اقتصاد بيحقق معدلات مستدامة من التنمية، اقتصاد بيكفي المواطنين وبيحقق معدلات دخل محترمة بالنسبة للمواطنين تكفل لهم حياة كريمة، وبيقدر ان هو يطلع فائض للاستثمار في يعني التوسع والتنمية العمرانية والتنمية الاجتماعية. هو ده اللي احنا عايزين نوصله. طب هنوصله ازاي؟ هنوصله عن طريق استثمار البنية الاساسية اللي حصلت في الانتاج في التصدير، و بالتوازي الاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ترشيد النفقات، رفع الإنتاجية والتصدير. نعم. طيب بعد كده بنتكلم على إيه هي بقى الغايات أو اللي بنسميها الجولز والأوبجكتيفز، إيه هي الغايات وإيه الأهداف بتاعتنا. بالنسبة للغايات بتاعتنا، زيادة الإنتاج، زيادة وزيادة الإنتاجية. زيادة الإنتاجية بمعنى إنتاجية العامل المصري، إنتاجية الموظف. دكتور أيمن، النهاردة عايش في عالم يعني بيعتمد على التنافسية، وعالم هناك فلازم يكون مخرجات التعليم بتاعي تطلع لي إنسان ذو إنتاجية عالية، وزيادة الإنتاج وزيادة التصدير. الرئيس كان وضع لينا قبل كده هدف، وهو ان احنا نوصل في السنه 100 مليار دولار تصدير، ده مقارنه ب 31 مليار دولار تصدير في العام الماضي، اللي هو كان رقم يعني يعتبر رقم قياسي في تاريخ مصر، لكن اقل كتير قوي من طموحاتنا واقل كتير من اللي احنا محتاجينه للنهوض بهذا البلد. نعم. الفكره انه يعني سيادتك بتقول لي ما هي اهميه الاستماع الى رجال الصناعه. مصر في الثمان سنوات الماضية استثمرت حوالي 7-8 تريليون جنيه مصري في مشروعات البنية الأساسية في المشروعات القومية. توسعت توسع عمراني، ومثلا أضفنا 7000 كيلومتر لشبكة الطرق، وصلنا بها ل 31000 كيلومتر. حصل مضاعفة للطاقة الكهربية مثلا من 31000 ميجاوات ساعة في 2013 أصبحت 59000 ميجاوات ساعة النهاردة، يعني 28000 ميجاوات ساعة، يعني 2.8 حجم الطاقة الكهربية بتاعت السد العالي، ده بعد ما زودنا السد العالي. بنينا يعني قربنا نخلص المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي كلفت 800 مليار جنيه مصري، ولم تتحمل منها الدولة شيء، لكن كانت أغلبها أو كلها تقريبا من حصيلة بيع الأراضي العالمين الجديدة، 240 مليار جنيه مصري. 22 مدينة من مدن الجيل الرابع، المجمعات الصناعية، قناة السويس الجديدة. طيب ليه مش قادرين ننطلق؟ مش قادرين ننطلق لأن احنا بنشبه الاقتصاد المصري بمكنة، المكنة دي كانت مهترئة، غيرنا التروس الكبيرة فيها واشترينا تروس على أعلى مستوى، لكن بيظل هناك تروس صغيرة اللي هي التفاصيل الصغيرة بقى. هذه التفاصيل موجودة في كل صناعة، في كل مجال، بل في كل إقليم. عشان كده من الأهمية ان الرئيس دعا لمؤتمر الاول بيتكلم في السياسه الكليه، اللي هو احنا عايزين البلد توصل لفين وهتوصل لفين ازاي. بعد كده بنتكلم على يعني الغايات، او برضو دي عمليه عموميه، ثم ننتقل الى فكره الاوبجكتيفز بقى اللي هي الاهداف. الاهداف دي لازم تبقى يعني تضع نصب عينها حل المشكلات اللي هي موجوده على 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 المستوى الصغير، على مستوى هذه المشكلات اقدر الناس على ان هم يصفوها ويشخصوها ويعطوا الاقتراحات بحلها هم رجال الصناعه ورجال الاعمال
سواء المصانع الكبيره او وبركز قوي على المشروعات المتوسطه والصغيره والمتناهيه الصغر. يعني احنا عملنا مثلا قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنه 2017، وهذا القانون بيوفر مثلا اعفاءات ضريبيه من 30 ل 50% على حسب المنطقة الصناعية اللي سيادتك بتشتغل فيها، وعلى حسب كثافة العمالة، وعلى حسب احتياج المنطقة لهذه الصناعة، وعلى حسب احتياج البلد لهذه الصناعة. من 30 ل 50% زي ما قلنا اعفاء ضريبي، بيوفر سياسة الشباك، بيوفر مثلا تملك الأجانب ل 100% من المشروع، قدرة الأجانب على تحويل أرباحهم لجان فض المنازعات. عملنا مثلا قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغر، وأنشأنا الجهاز الخاص بهذا الأمر، والجهاز وفر تقريبا 30 مليار جنيه مصري قروض. طب فين المشكلة؟ المشكلة دايما زي ما يعني المثل الإنجليزي بيقول، الشيطان بقى يكمن في التفاصيل. ممكن عند حضرتك تفصيلة صغيرة جدا تقدر تضيع الدنيا. يعني في عجالة كده هفكر المستمع الكريم ب ملحمة العبور في 73، والفريق سعد الدين الشاذلي لما قال في كتابه انه كانت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعمل مؤتمرات على مستوى مش بس قتل الجيوش، ولكن قتل الجيوش وقتل الفرق وقتل المناطق، بل والوحدات والكتائب، علشان يتكلموا في المشكلات الصغيرة قوي ويتشاركوا مع بعض في أفكار حلها، وإعطاء السلطة لقتل الكتائب وقتل الوحدات لحل هذه المشكلات، وتصعيد المشكله اللي مش عارفين يحلوها للقياده عشان تشاركهم في حلها. هو ده اللي النهارده مصر بتعمله الحقيقه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهوريه الجديده في المجال الاقتصادي. هي الوقوف عند التفاصيل التي تعوق دون تحقيق المستهدف من خلال الخبراء في هذا المجال. نعم. ردود تفضل دكتور أيمن. والله يا فندم، هو الميزة كمان في هذا المؤتمر ان بهذا الفكر بهذه الرؤية ده بيعطي اشارات ايجابية جدا لمجتمع الاعمال سواء المحلي او الاقليمي العربي او العالمي. فكرة الاشارات دي مهمة جدا، لان هي دي بعد كده اللي بتجيب استثمار. وما ننساش ان الرئيس من فترة صغيرة كان بيفتتح عدد كبير جدا من المشروعات الصناعية وافتتاح الرجال السوداء، فده بيعطي يعني او بيرد بقى بمنتهى الصراحه على حملات التشكيك اللي كانت بتتساءل في جدوى المشروعات القوميه. انا ما كانش ينفع اعمل صناعه وتصدير بدون ما يكون عندي بنيه اساسيه، ما اقدرش انا صحيح. العربيه بتوصل مثلا العاشر من رمضان في ساعتين من مصر الجديده، وسيادتك تقول لي ان انا هقدر مثلا ابعت اجيب المواد الخام وانقلها المصنع، واجيب العماله وانقلهم المصنع، وبعد كده الصادرات بتاعتي من المصنع انقلهم المينا. ما ينفعش. صحيح. ما ينفعش بدون طاقه كهربائيه، ما ينفعش بدون طرق، ما ينفعش بدون يعني ما ينفعش بدون استعاده الامن. فالفتره اللي فاتت كانت هي تقدر نقولها القاعده الاسمنتيه اللي بنبني عليها بعد كده قاعده انتاجيه وزياده للقاعده الانتاجيه. تحرك الرئيس نحو تشجيع الصناعة وتشجيع التصدير في هذا الوقت بالذات، أولا هو جاء في وقته لأنه بيرد على حملات التشكيك اللي جزء منها طبعا بدون يعني بدون علم، لكن طبعا ممكن يكون جزء منها مغرض، دي حاجة. والحاجة الثانية أن هو بيعطي إشارات مهمة لمجتمع الأعمال زي ما قلنا والاستثمار الأجنبي. الوعي، أشار أيضا السيد الرئيس إلى الوعي وضرورة الوعي عند النظر إلى أي مشكلة، أبعاد هذه المشكلة وكيفية حلولها والوقت الذي من المستهدف أن تحل فيه هذه المشكلة. مسألة الوعي دكتور أيمن سواء عند المستثمرين أو عند الخبراء أو عند الشارع المصري بوجه عام. والله يا فندم، هو الرئيس اتكلم على موضوع الوعي، لكن في إطار ما يسمى في علم الإدارة برضه بالتشينج مانجمنت أو إدارة التغيير. أنا النهارده لو عندي شركة وأنا عايز أغيرها، محتاج تواصل مستمر ما بين قيادة الشركة وما بين الأفراد في كلهم في مجاله. وهذا التواصل يجب أن يكون مبني على زي ما قلنا تحديد رؤية، تحديد الرؤية دي للفيجن اللي هي أنا عايز الشركة بتاعتي توصل لفين، ثم تحديد الميشن اللي هي المهمة اللي هو ازاي اوصل لهذا المكان،
ولازم ان انا يحصل تواصل، وتواصل واضح وصريح ويعني مستمر ما بين القياده والقاعده. ده انا بتكلم على مستوى الشركه او المؤسسه، مع توقع طبعا ان هيكون في مقاومه لهذا التغيير، لان طبيعه الانسان انه ما بيحبش التغيير، هو بيحب يعني حتى في القران الكريم بيقول لك هذا ما وجدنا عليه اباءنا. من المهم جدا انه يتم بقى من خلال هذا التواصل بناء وعي، بناء وعي عند يعني افراد او موظفي هذه الشركه او هذا المشروع، بناء وعي باهميه التغيير، لان التغيير نتكلم بصراحه والاصلاح له تكلفه، تكلفه سواء تكلفه مجهود اكثر او فلوس او صحيح. يعني ادي سيادتك مثال، مثلا النهارده احنا زمان لما كنا الواحد بيقف مثلا في العربيه لمده ساعه ما بين مثلا مدينه نصر والتجمع الخامس، طيب هو واقف هو متضايق لان هو حاسس انه يعني عايش في بلد محمله بالمشاكل. طب النهارده لو انا جيت قفلت طريق بشكل مؤقت عشان ابني كوبري او ابني حاجه انا شايفها بعناية وشايف الحاجه دي وعارف الحاجه دي لما مردودها ايه بالظبط هيبقى مردود، هبقى انا واقف حتى لو انا واقف وانا متضايق، طبعا ما حدش هيبقى واقف وهو سعيد، لكن هبقى عارف انا وقفتي دي وتضحيتي دي يعني تمنها ايه. الرئيس مثلا اتكلم على فتره الرئيس جمال عبد الناصر فكره انه الشعب لما كان بيضحي سواء في حرب الاستنزاف او في بناء السد العالي او بعدها في حرب 73 وكان بيعاني، كان يعلم ايه هو بيعاني عشان ايه، فكان بيعاني وهو يعني او بيضحي عن طيب خاطر. احنا نفتكر في حرب 73 لما جميع اقسام الشرطه في يوم العبور العظيم لم تسجل حاله واحده من حالات الانفلات الامني الانفلات الامني بالظبط. فهو ده هو لعل السيد الرئيس دكتور ايمن اشار ايضا في ختام كلمته الى نجاح الشعب المصري خلال ايضا أكثر من 10 سنوات شهدت مصر خلالها العديد من الأزمات والتحديات. الشعب المصري وقف فيها بإرادة صلبة ونجح في اجتياز الصعاب والنجاح. في رأيك دكتور أيمن، هي مقومات النجاح من وجهة نظرك خاصة في الوقت الحالي ونحن نتابع الهزات الاقتصادية القوية التي تتعرض لها أعتى الأنظمة الاقتصادية في ظل الأزمات الحالية، المطلوب الآن من الشعب المصري الذي تحمل طيلة هذه الفترة الماضية؟ المطلوب من الشعب إنه يبقى شايف قدامه الرؤية، يبقى شايف قدامه إحنا عايزين نوصل ببلدنا لفين، وهنوصل ببلدنا إلى هذا المكان أو إلى هذه المكانة أو إلى يعني إلى هذا الهدف إزاي. إحنا عايزين نصل إلى تحقيق معدلات عالية للتنمية، إحنا عايزين نصل إلى مضاعفة الدخل القومي، عايزين نصل إلى يعني زيادة التصدير، عايزين نصل إلى انه البلد تكون بتطلع ريفينيو او بتطلع يعني عوائد تغطي احتياجاتها، عايزين زي ما سياده الرئيس قال نطلع بره دائره العوز. ده بشكل عام يعني دايما الرؤيه بيتم تعريفها بشكل عام. بعد كده بننتقل الى المهمه، الميشن. طب الميشن هنحققها ازاي؟ النهارده الميشن اللي عندنا ان انا ازاي استغل البنيه الاساسيه اللي حصلت عندي، اللي اتصرف عليها زي ما قلنا حوالي اكثر من 7 تريليون، في بعض التقديرات بتوصلها ل 8 تريليون جنيه مصري. الطرق والكباري يعني الطاقه الكهربائيه، الاستزراع السمكي، الكلام ده كله ازاي بقى ان انا استغلها في اقامه بنيه انتاجيه، وازاي ان كل انسان في مكانه يبقى مسؤول عن مكانه وعارف كويس قوي ان التفاصيل الصغيره هي اللي ممكن تنجح وهي اللي ممكن تفشل. يعني احنا لما بنتكلم على يعني مثال حرب 73 وازاي ان مثلا الفريق الشاذلي كان عامل حاجه اسمها التوجيه 41 قتال، اللي هو بيتكلم على التفاصيل الصغيره جدا للعبور والخاصه بكل عسكري وكل جندي وكل قائد فصيله وكل قائد كتيبه، وهو ما عملوش لوحده، هو عمله بالتعاون والتنسيق مع كل قاده الكتائب، اللي هي التفاصيل الصغيره اللي هي ممكن تنجح بقى تفشلها، لكن طبعا ده في اطار الرؤيه الكبيره، في اطار حل المشاكل الكبيره وفي اطار الرؤيه العامه. نعم، يعني كل فرد لا ينعزل عن مجتمع كما أن اقتصاد المجتمع لا ينعزل عن اقتصادات العالم. الدكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.